درسنا لحد الآن الـ weight والـ density والـ electrical properties كـ indirect methods لقياس الـ level. اليوم راح نكمل آخر نوعين هم الـ thermal properties والـ ultrasonic. الـ thermal properties من حيث المبدأ هي بتشبه الـ electrical properties اللي موجودة في هذه الصورة، بس بدل ما يكون في عندي probes لقياس الـ resistance بحط temperature sensors مثلا thermistors. هلا شو اللي بصير لما يكون في عندك تانك في مجموعة من الثيرمسترز؟ الهيت ترانسفير للثيرمسترز اللي مغطيين بالليكويد بيكون أكبر منه للي متعرضين للهواء. فلو بقيس التمبريتشر بلاقي التمبريتشر للثيرمسترز اللي مغطيين الليكويد أقل من التمبريتشر للأذر ثيرمسترز، فبالتالي بقدر إني أستنتج الليفل. النوع الأخير هو الألتراسونيك. طبعاً الألتراسونيك هو نون كونتاكت ميثود لقياس الليفل، هو عبارة عن ألتراسونيك ترانسديوسر أوريدي إحنا تعلمناه، بيصدر موجات ألتراسونيك والموجات الألتراسونيك هذه ترتد من الليفل، بالتالي بقدر من خلال حساب التايم إني أستنتج وأعرف الليفل. الإشي اللي لازم ننتبه عليه هي الزاوية اللي بتشتت فيها الصوت اللي هي باللون الأصفر الموجودة. هلا لازم نختار الألتراسونيك المناسب حسب الدايمنشنز تبعت التانك. يعني مثلا لو اخترنا ألتراسونيك بزاوية أكبر من هاي الزاوية، شو اللي ممكن يصير؟ اللي ممكن يصير إنه زاوية التشتت بتكون أكبر زي هيك. فشو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه ممكن الصوت يتشتت اوكي قبل ما يوصل للليفل، بسبب انه ارتطب بالجدار الداخلي للتانك، فبالتالي بيعطيني قراءه للليفل بتكون خطا اوكي وما بوصل فعليا للليفل الصحيح اللي موجود تحت. هذا مثال على ألتراسونيك سنسر داتا شيت اسمه روج ماونت، في عندنا تو مودلز نون كونتاكتنج رادار، هيك شكله طبعا، وهون المكان اللي بيطلع منه الالتراسونيك ويفز واللي بيرجع له الايكو من شركة اميرسون. هذه طريقة العمل، زي ما حكينا اذا كان الويف اللي لونها برتقالي هي الويف اللي طالعة، والويف اللي لونها ازرق هي الويفر اللي راجع، فواضح انها تأخرت لحتى رجعت. وكل ما يكون الليفل اقل كل ما بتكون المسافة اكبر، فكل ما هذا بتأخر اكتر اللي لونه ازرق الريفلكتد سيجنال. طبعا في كثير معلومات موجوده هون، انه مثلا يستخدم لقياس الليكويد او السوليدز او الليكويدز المخلوطه بالسوليدز ما بهم. الاوتبوت تبعه هو تيار من 4 ل 20 ملي امب. اللي بيهمنا أكثر إشي هو الـ performance specifications. الـ accuracy هي plus minus 2 mm، repeatability plus minus 1 mm، الـ temperature effect هي plus minus 1 mm لكل 10 كلفن، والـ standard temperature اللي صار عندها معايرة هي من 20 ل 30. فبين الـ 20 و 30 هذا يعتبر condition مثالي، يطلع عن الثلاثين أو نزل عن العشرين بدنا نحسب حساب الـ ambient temperature effect. القراءة بتتغير once per second، يعني صار في تغير خلال الثانية ما بيبين غير لما تنتهي الثانية. الـ maximum level rate اللي هو ممكن إنه يوصل له by default هو 400 millimeter per second. إذا كان التغير أكثر من 400 millimeter per second ما بيلحق يتغير بنفس السرعة. هلأ الميجرينج رينج في نوعين، النوع الاولاني بقيس لحديت 40 متر، والنوع الثاني في له 2 رينجز 40 و25. طبعا المعلومات الموجوده هنا مهمه جدا، تتعلق بالبيم انجل والبيم ويث. هلا زي ما حكينا البيم انجل هي الانجل اللي بتتوزع فيها الالتراسونيك ويفز، واللي موجوده هنا باسم الفا. الدبليو هي الويدث بعد مسافة دي لهاي الالتراسونيك ويفز. الأنواع المختلفة اللي انعرضت في هذا الداتا شيت
هي 2 انش 3 انش 4 انش 8 انش كل واحدة لها بيم انجل مختلفة. هلا مين افضل بيم انجل؟ البيم انجل الاصغر هي الافضل، كل ما كان البيم انجل اصغر بيكون فرصة انه الالتراسونيك تتشتت من الجدار بيكون اقل لانه بيكون نارور بيم. فخلينا نشوف هذا الجدول. هذا الجدول بيورجيك عند different distances، طبعا ال distances اللي هي دي هاي اوكي اللي هي الدبث تبعت التانك، خلينا نحكي 5 متر 10 متر لحد 40 متر، والديفرنت تكنولوجيز كم راح تكون الويدث للبيم. فواضح انه مثلا عند ال 5 متر دبث الويدث للبيم عند النوع الاول بتكون 1.6 1.2 0.9، وللنوع الاخير 0.4 واللي هي افضل شيء طبعا. لما تكون 0.4 معناته فرصة انها ترتطم بالجدار كثير اقل من انه يكون الويدث 1.6 متر، والعملية نفسها لكل القياسات. الستيلينغويل هو ديفايس يستخدم مع اي من الليفل ترانسديوسرز السابقين، يستخدم to prevent the level measuring device being affected from the random movement of the liquid. يعني لو كنا بدنا نقيس level لـ liquid فيه موج مثلا موج wave او فيه foam، هلا هذه الويف راح تخلي القراءة تتغير، فكيف ممكن اثبت القراءة للترانسديوسر بطريقة ميكانيكية؟ هلا بجيب الالتراسونيك مثلا وبحطه جوا الستيلينغويل. الستيلينغويل هو عبارة عن بايب مفرغ من جوا فيه مجموعة من الدوائر اللي احنا شايفينها هاي، اي موجة ممكن تيجي وترتطم فوق هذه الدائرة ما راح تدخل جوا الستيلينغويل، فبالتالي الترانسديوسر ما بيشوفها، فبيكون الليفل للليكويد جوات الستيلينغويل ايكوال للليفل اوف ذا ليكويد ان ذا تانك اللي بدنا نقيسه، but the random movement of the liquid level is prevented within the tube. بس مرة ثانية الستيلينغويل هو مش ترانسديوسر، وممكن احط جواته اي نوع من انواع الترانسديوسرز السابقين من الدبستيك حتى الالتراسونيك.